رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا وسهلا بك رائد معنا. أهلا طيب. الله يسعد أوقاتك. ودائما يعني كورونا في المشهد بالتأكيد رائد، والبيانات التي تأتي من الصين ربما سيئة فيما يتعلق ببيانات التصنيع والصناعات التحويلية وإلى ما ذلك في ظل عزل الملايين من المواطنين الصينيين جراء تفشي فيروس كورونا، كل ذلك ربما يؤدي إلى نتائج اقتصادية كارثية يعني إذا تفاقم هذا الوضع أكثر من ذلك. لكن دعنا نتحدث عن النفط الذي بدأ يتعافى الآن ويستعيد بعض من مستوياته في ظل هذه الأحوال الاقتصادية والبيانات المقلقة في الصين. بلا شك البيانات الصينية التي صدرت اليوم تظهر الحقائق الأولية لتأثر الاقتصاد الصيني من خلال فيروس كورونا والآثار السلبية العميقة، مؤشر قطاع صناعة التحويلية الغير تحويلية، وأيضا نتحدث عن مؤشر مديرين المشتريات. كل هذه المؤشرات جاءت بقراءات سلبية وبشكل كبير، إنما هي إشارة إلى الأثر السلبي الكبير لتوقف عجلة التصنيع والإنتاج في الاقتصاد الصيني، وبالتالي الآثار السلبية ممكن تمتد أكثر لأنه هذه هي الحزمة الأولى من البيانات، ولا يزال الاقتصاد الصيني يرزح تحت تأثير الفيروس كورونا. إذا انتقلنا إلى سؤالك وهو ما يرتبط بالعودة التصحيحية لارتفاع أسعار النفط التي نشهدها الآن، طبعا الارتداد التي نشهدها على أسعار النفط ارتدادة طبيعية بعد الهبوط الحاد، ولكن هناك آمال بأن يكون هناك تدخلات من قبل أوبك بلس بتخفيض في الإنتاج بشكل أكبر في الفترة القادمة، وهذا التخفيض من شأنه أن يؤثر بلا شك على يعني آفاق الاستثمار ورغبة بالمخاطرة من قبل المستثمرين. لكن نتحدث عن إذا ما كان التخفيض بأقل من آمال المستثمرين، أي بحوالي 600 إلى 700 ألف برميل يوميا، أعتقد ذلك سوف يكون له وضع سلبي كبير على أسعار النفط، وممكن أن يعيد أسعار النفط تحت الضغط مجددا. إذا شاهدنا نحن أسعار النفط قد وصلت إلى أدنى مستوياتها قرابة يعني دون $45 للبرميل أو قرابة $45 للبرميل، لكن الارتداد لا تزال ضعيفة، وهي فنيا ننظر إليها على أنه correction بسيط، تصحيح مؤقت، ومن ثم العودة الاتجاه العام الهابط إذا لم يتم المفاجأة من قبل أوبك بلس وتقليص كبير في الإنتاج النفطي. نعم رائد، أسعار الذهب يوم أمس كانت قد تراجعت وخسرت ربما صفتها بأنها الملاذ الأمن الكلاسيكي أو التقليدي، ويعني هذا بعدما طالتها الموجة البيعية التي طالت كل الأسهم وكل السلع والمعادن النفيسة. هل من الممكن أن يعوض الذهب هذه التراجعات مع الارتفاعات التي يعني تحققها المعادن النفيسة اليوم؟ يعني نرى أن الذهب بتراجعاته الحادة نوعا ما صدم الأسواق، صدم النظرية التقليدية بأنه ملاذ آمن في الوقت الراهن مع موجة الهبوط الحاد والعزوف عن المخاطرة، ولكن يعني عمليات الهبوط على الذهب كانت يعني تفسيراتها أنه ممكن يكون في عندي توجه نحو تسييل الذهب لتغطية يعني انكشافات للعديد من الشركات والأفراد، حتى أيضا هناك نوع من استغلال وموجة بيع للأسعار المرتفعة لأسعار الذهب، وبالتالي التأهيل لإمكانية العودة للاتجاه الصاعد في الفترة القادمة بنتيجة أنه في عنا إمكانية توجه أغلب السياسات النقدية حول العالم إلى تسهيل وتسهيل، تماما كما حدث قبيل الأزمة المالية العالمية في 2008، رأينا تراجعات للذهب إلى ما دون $900 للأونصة، ومن ثم بدأ المشوار الارتفاع القوي. طبعا عملية البيع كانت عملية من قبل بنوك ومن قبل دول ومن قبل أيضا هيج فاندز كبيرة بنتيجة تغطية انكشافات مالية وبتغطية بعض الخسائر، وأيضا استغلال لجني الأرباح نوعا ما من المستويات المرتفعة أسعار الذهب. والدليل على أن الذهب عاد للارتفاع مجددا مع افتتاح الأسواق اليوم، لأنه صار في عندنا نوع جديد من السيولة الجديدة التي تدخل إلى حيز الذهب بنتيجة هناك تخوفات كبيرة من مزيد من التراجعات في أسواق الأسهم عالميا. نعم رائد، يعني تعلم وقرأنا قبل قليل من خلال البيانات الصينية التدهور العنيف في الاقتصاد الصيني، ومن ثم ملامح وبوادر تدهور حتى في الاقتصاد العالمي. هل الولايات المتحدة الأمريكية بمنأى عن ذلك
خاصة أننا ننتظر بيانات التصنيع اليوم المهمة وأيضا قراءة مدراء المشتريات. يعني سؤال مهم جدا، الولايات المتحدة الأمريكية هل هي بمنأى؟ ليست بمنأى على الإطلاق، طالما يوجد هناك تأثر وتبادل مع الاقتصاد العالمي الذي يشهد ضغطا كبيرا بنتيجة هذا الفيروس. بلا شك لا يعني أن يكون هناك حالات أكثر في الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا تتأثر سلبا بالوضع الاقتصادي. رأينا الانهيارات في أسواق الأسهم الأمريكية، وبالتالي ما ننتظره الآن تأكيد ذلك من خلال بيانات الاقتصاد الجزئي المرتبط بالاقتصاد الأمريكي. أي ننتظر قراءة مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية للوقوف حقيقة على مدى التأثر السلبي للاقتصاد الأمريكي وللطلب على المنتجات الأمريكية عالميا بظل وجود هذا الفيروس وانتشاره بشكل أكبر. أعتقد الاقتصاد الأمريكي يعني عاجلا أم أجلا سوف نرى بوادر ضعف، لأنه مرتبط بالاقتصاد العالمي بلا شك، وهو الآن في أسوأ وقت نتحدث عنه بعد الانهيارات الأخيرة التي جرت في أسواق الأسهم. هذا بلا شك سوف يؤثر على مديونية العديد من الشركات، وسوف يؤثر بمقدرتها على التوسع أو على الإنتاج أو حتى على يعني تقديم الرواتب والأجور للموظفين في الفترة القادمة إذا ما كانت الآثار سلبية وبشكل كبير على الشركات الأمريكية. أي سوف يضطر الاقتصاد الأمريكي إلى تسهيل وتسهيل السياسة النقدية وتخفيضات في أسعار الفائدة تماما كما طلب دونالد ترامب مؤخرا. رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.